السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في منطقة كاشستو في مجمع أكوامارين. جينا نصور شقة 3 غرف صالة مساحتها 170 متر مربع في الدور الأول. في كل دور في 3 شقق، شقتين أمامية وشقة خلفية. في البناء في مصعدين، كل مصعد 5 أشخاص، مصعدين. نجي هنا شقة رقم 3، شقة 3 غرف صالة مساحتها 170 متر مربع. أول ما نخش نلاحظ موزع الغرف من هنا، المنطقة هذه نقدر نحط فيها دولاب خاص بالأحذية والعبايات. يسارنا على طول الصالة، شوفوا مساحة الصالة ما شاء الله تبارك الله، مساحة كبيرة، مساحة جيدة ما شاء الله تبارك الله. الأرضيات كلها باركيه. عندنا الواجهة، واجهة زجاجية، وعندنا مخرج للبلكونة من المطبخ ومن الصالة. عندنا تأسيسات المكيف في الصالة وفي كل الغرف موجودة. نجي هنا على البلكونة، شوفوا مساحة البلكونة، مساحة البلكونة مساحة كبيرة ما شاء الله تبارك الله. وعندنا إطلالة بحر من البلكونة أيضا، شوف البحر، هذا إطلالة البحر. منطقة كاشستو منطقة حيوية، موجود في المجمع جلسات عائلية ومواقف سيارات وملاعب للأطفال وملاعب رياضية أيضا، يعني تقريبا موجود أغلبية الخدمات موجودة في المجمع. منطقة كاشستو موجود فيها جواهر مول، المطاعم والفنادق السياحية الفخمة كلها موجودة في منطقة كاشستو. نطلع من الصالة نجي هنا المطبخ، دوري بالمطبخ راكبة وجاهزة. عندنا المخرج اللي قلنا قبل شوية للبلكونة من الصالة ومن المطبخ، هذا مخرج المطبخ، دوري بالمطبخ راكبة وجاهزة ما شاء الله تبارك الله، نوعية جيدة كواليتي فاخر. نطلع من المطبخ نجي هنا على الغرفة الأولى، مساحة الغرفة جيدة، التدفئة المركزية موجودة في كل الغرف والصالة، حتى في الممرات أيضا موجودة التدفئة المركزية. نجي هنا على الحمام الأول وأنتم بكرامة، هذا الحمام الأول، مقابل الحمام الأول الغرفة الثانية، مساحة الغرف جيدة و170 متر مساحة للشقة أيضا تعتبر جيدة أيضا. هذه البلكونة الثانية من الغرفة الثانية، بلكونة صغيرة ومساحتها يعني جيدة تعتبر. مساحة البلكونة الثانية كمان جيدة وإطلالتها على البحر، تخيلوا دحين احنا من الدور الأول وإطلالة بحر، يعني شيء جيد ما شاء الله تبارك الله. نجي مقابل الغرفة الثانية أنتم بكرامة، دورة مياه رئيسية مع مروش بنظام جاكوزي من الكلوزت والمغسلة، مساحة دورة المياه ما شاء الله كويسة كبيرة. وأخيرا نجي هنا على غرفة الماستر، غرفة النوم الرئيسية، لها حمام خاص فيها مع مروش والكلوزت
مساحة غرفة النوم. لا جيدة جدا ما شاء الله تبارك الله، وتأسست المكيف موجودة في الصالة وفي غرفة النوم. عندنا إطلالة البحر أيضا، إطلالة جزئية في غرفة النوم. الشقة زي ما قلت لكم في مجمع أكوامارين في منطقة كاشستو، شقة جيدة والموقع جميل جدا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.